اول ما جه في صدى البلد. هو انت مش تعزمنا على حاجه؟ اول هجيب لك حالا. لا انا جيت تشرب ايه؟ انا جيت ده طالب قهوه صحيح. طالب قهوه. طب استنى لما القهوه تيجي عشان بس هو يعزمنا. بس جاي تسمعني بمزاج. بس انا بركز ليه؟ لان هو جيت كرم برضه. ده طيب اتفضلي. انا جيت صدى البلد قبل ما تطلع. صح. يعني كان في يعني انا عارفه بالمشروع ده لسه التلفزيون المصري عارفه بالمشروع ده من وانا في التلفزيون المصري. وبعدين كان نتكلم معايا استاذ محمد ابو العنين في المشروع من وانا في التلفزيون المصري هو عايز يعمل ده. فالمهم جه الظروف اللي حصلت في 11 وبعدين حصل بينا مكالمه تليفون هو بنطمن على بعض فانا هطلع بالقناه اللي هو فكره ايه رايك؟ قلت له ده راي مقاتل. ده التوقيت انا عكس دينا بقى. ده التوقيت اللي لازم القناه تطلع فيه وبسرعه. وبسرعه جدا. ليه؟ لان انا لما قبل التليفون ده ما يحصل كان محمد بيه ابو العنين قال لي انا عايز اوريك الاستوديو، عايز اوريك القناه عامل ازاي. فجيت انا وهو انا ما انساش اليوم ده كان يوم جمعه وانا بعربيتي في شارع البطل احمد عبد العزيز خدنا ميعاد وهو بعربيته على الرصيف الثاني وانا طبعا مش عارفه الاستوديو انا واحد فيهم في المدينه. فهو ماشي بالعربيه وانا ماشي وراه جينا الناس كانوا موجودين فتحوا الاستوديو وكان ده الاستوديو اللي موجود ده اللي ابتدينا فيه. كان الديكار مختلف تماما، كان عامل ديكار عبقري واجهزه حديثه جدا واللي هي القناه مش ناقصها غير انها تطلع. يعني كامكانيات قلت له احنا كده انت مش ناقصك غير انها تطلع جاهزة. تنطلق. وبعدين اما كلمني بقى كلمنا في التليفون ده التوقيت قلت له ده التوقيت المهم جدا ان انت تطلع فيه القناه. قال لي بس انا كنت عايز قلت له مش لازم نعمل ده كله، المهم ان احنا نطلع. وانا بقى عكس دينا لا انا التوقيت ده كان هو انا كنت مصره ان انا لازم اشتغل. انا عكس دينا لا توقيت 11 ده كنت مصره ان انا لازم اشتغل. اروح لساكن